قالت فتاة: بعد تخرجي من الجامعة بتقدير جيد جدا والتحاقي بعمل مناسب وانشغالي به وعدم إيجاد الزوج المناسب، زاد انشغالي بعملي الذي أحبه حتى بلغت 34 من عمري، إلى أن تقدم شاب يكبرني بعامين لكنه يمر بظروف صعبة ماليا، لكنني رضيت خوفا من فوات فرصة الزواج. وبعد الاتفاق على موعد الزواج وانشغالي بالترتيبات، اتصلت بي والدة العريس وطلبت مني مقابلتها بأسرع وقت. ذهبت لأقابلها رغم عدم معرفة سبب إصرارها على مقابلتي خارج المنزل. بدا على وجهها أنها غير سعيدة. حاولت التحدث بمواضيع مختلفة لتخفيف التوتر، لكنها وبشكل مفاجئ طلبت مني رؤية بطاقة الشخصية، وكان أول سؤال منها: هل تاريخ ميلادي فيها صحيح؟ أجبتها: نعم. قالت: إذن أنت تقاربين 40 من العمر. هنا صدمتني بجملتها، لكنني حاولت تمالك نفسي وأجبتها: أنا في 34 فقط. قالت: لن يختلف الأمر، فقد تجاوزت 30، وقلت فرص إنجابك للأولاد، وأريد أن أرى أحفادي. وانتهى الحديث بيننا بفسخ الخطوبة من ابنها. بعد ذلك مرت علي 6 أشهر صعبة ومليئة بالاكتئاب والحزن. لاحظ والدي تغير حالي فاقترح علي الذهاب لأداء العمرة أغسل بها الحزن والهم. بعد أيام ذهبنا فعليا وأدينا العمرة، وجلست في البيت لله أصلي وأبكي وأدعو الله أن يهيئ لي من أمري رشدا. أنهيت صلاتي ولفت انتباهي صوت امرأة تقرأ: وكان فضل الله عليك عظيما، بصوت فائق الجمال. فقدت السيطرة على نفسي باكية رغما عني. اقتربت هذه السيدة مني وأخذت تقرأ قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هدأت نفسي وكأنني أسمعها للمرة الأولى. وصلنا إلى المطار، وعند نزولي من الطائرة وجدت زوج صديقتي في صالة الانتظار، وسأله والدي عن سبب مجيئه، فأجابه بأنه في انتظار صديق عائد على نفس الطائرة التي جئنا بها. جاء صديقه لأجد أنه جارنا في مقاعد الطائرة، ثم غادرنا. وما إن وصلنا إلى المنزل إذ بصديقتي تتصل بي لتقول لي أن صديق زوجها أعجب بي ويرغب برؤيتي في بيتها في نفس الليلة، لأن خير البر عاجله. استشرت والدي في الأمر فشجعني على الذهاب ففعلت. لم تمضي أيام حتى تقدم لخطبتي، وأتممنا أمور الزواج خلال 2 شهر لا أكثر، وبدأت حياتي الزوجية بتفاؤل، إذ وجدت في زوجي كل ما أردت. ومرت شهور ولم تظهر أي علامات للحمل. كنت قلقة، خاصة أني تجاوزت 36، مما دفعني لطلب إجراء بعض التحاليل والفحوصات من زوجي. لم يرفض لي طلبي وذهبنا سويا إلى طبيبة مختصة، وعند استلام النتائج فاجأتنا وقالت لي: أنت حامل. يا الله، كما أنها كانت أجمل كلمة أبكتني في حياتي. وأثناء حملي حرصت على ألا أعرف نوع الجنين لإيماني بأن كل من سيأتيني من الله خير. مرت الشهور بصعوبتها إلى أن حان موعد ولادتي، وأجريت العملية بنجاح ونقلت إلى غرفتي في المستشفى بانتظار رؤية طفلي. جاءت الطبيبة تستفسر مني عن نوع الجنين الذي أرغب، فأجبتها بأني تمنيت من الله مولودا يتمتع بصحة جيدة فقط ولا يهمني جنسه. فكان ردها صادما: ما رأيك في أنك أنجبت 3 دوائم؟ هنا لم أدرك ما قالته، فطلبت مني التحكم بردود فعلي، إذ أن الله تعالى عوضني ب3 أطفال دفعة واحدة رحمة منه. وأخبرتني أنها كانت على علم بأني حامل بتوأم، لكنها لم تبلغني بذلك حتى لا أتوتر خلال حملي. تذكرت لحظتها قول الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا الله، كم أنك غفور ورحيم وحكيم وعادل. سبحان الله، هذه المرأة صبرت وعوضها الله ب3 أطفال. أرجو منك الآن عزيزي المشاهد مشاركة هذه القصة مع كل شخص في حياتك ليعرف بأن الله قادر على كل شيء.